السلام عليكم، مساء الخير، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم جيتكم بهذا شوشو تاع البابونج، شوشو دوبلي مخيط بقماش بالتيو تاع البابونج من برا، ومن داخله جاي الشوشو تاع ساتا. نتمنى ينال اعجابكم، واذا انا اعجابكم ما تنساوش تخلونا لايك للفيديو. اذا تابع معنا الفيديو الاخير باش نكتشفوا تفاصيل خياطه هذا الشوشو. اذا باش نخيط هذاك الشوشو معايا هنايا قماش تاع البابونج ولا التيل تاع البابونج، معايا الساتا. الساتا هذه ساتا اسبانيول، لاحظوا كيفاش تجي خفيفه، تجي خفيفه بزاف. اذا بالنسبه للابعاد تاع القطعه هذه تاع البابونج، الابعاد تاعها الطول تاعها 95 سنتيمتر والعرض تاعها 12 سنتيمتر. بالنسبه للطول عفوا مش لازم ديروا 95، يعني ديروا من 80 سنتيم حتى 100 سنتيم، يعني كل ما كثرتوا كل ما كان الشكل تاعها حاجه شباب. ولاحظوا هنا انا واش راني دايره، ما لحقتش باش ندير قطعه واحده الطول تاعها 95، لصقت زوج قطع مع بعض. لاحظوا هنايا خيطت ومن بعد قصيت في خيطت وقصيت، يعني ما خليتش بزاف قماش هنايا في لانه خيطت 1 سنتيمتر ثم قصيت نص سنتيم وبقى نصف سنتيم. اذا اول حاجه نديروها نروحو نخيطو هذا الشوشو تاع البابونج، يعني الشوشو اللي حنديروه من برا بهذه الطريقه. نحطوا الوجه على الوجه، لاحظوا هنا الوجه على الوجه، ونروحوا نخيطوا منا، نخيطوا منا ومنا، ونخلو في الوسط فتحه تاع 3 سنتيمتر. شوفوا هنايا راني مخيطه ومخليه هذه الفتحه هنا من لهنا، قيس 3 سنتيم حتى 4 سنتيمتر. نخيطوا بنفس اللون تاع القماش بيان سور، ومن بعد نروحوا نحطوها بهذا الشكل. الطريقه هذه انا راني متعوده، معودتكم عليها في قناتي. نحطوها بهذا الشكل، ثم هذه الجزء الفوقاني هذا كيفاش نديرو، لاحظوا هكذاك شغل نطبقوه على بعضها هكا، ونحطوا هذا الطبقتين الخارجيتين على بعضهم. نروحوا لآلة الخياطة نوريكم كيفاش نخيطوا. دوك نبداو نخيطوا من بعد كل مره افتحوا وتجبدوا هذيك الطبقه الداخلانيه، تجبدوها هكذا، ديروا يد هنا ويد هنايا، تجبدوا الطبقه الداخلانيه هذيك. لاحظوا كيفاش راهي تنجبد معايا. من بعد عاودوا حطوا هذوك الطبقتين الخارجيتين طبقه على طبقه، وبداو تخيطوا. هنايا ست ما قلت لكمش قماش البابونج كي تقصوا من احسن شوفوا، انا راني مخليه شويه زعما راني مخليه حق ما قيس ما نخيط، لانه انا راح نخيط هنايا، راح نخيط هنايا. نتوما ما تقصوش نيسان حساب الورده، من بعد كي تجوا تخيطوا تخيطوا هذه الورده، يعني هذه الورده ما تتخيطش، تخيطوا حداها فقط، هي الورده ما تفوتوش عليها بالخيط. اذا كل مره نفس الطريقه نفتحوا نجبدوا هذيك الطبقه. هنا نعطيكم واحد الطريقه يعني باش تتاكدوا باللي ماكمش كيما نقولوا جهه مكسين على جهه، كل ما تخيطوا هذا باسكو هذا القماش شغل فيه يعني فيه هذا الوردات نقدروا نوسعوا عليهم. هنا كي تجوا تخيطوا شغل الوردات تلقاوها تنطبق مع الورده. لاحظوا هنايا عندنا الورده هذه في الاسفل وهذه في الاعلى، يعني لازم ينطبقوا على بعضهم باش تتاكدوا باللي راكم تخيطوا نيشان، ما راكمش تكسروا في القماش. هنا راني قريب نلحق وين بديت، لاحظوا هنا بديت من هنايا، بديت نخيط منا، راح نكمل حتى لتما، يعني ما نخلي حتى فتحه، نخيطها كامل ما نخلي حتى فتحه في الجوانب. سيبو دوك راني في مد الخياطة. لاحظو هنايا كيفاش خيطت، تخيطو على بعد 0.5. من بعد دروك نروحو وين خلينا هاديك الفتحة، خليناها هنايا هاديك الفتحة تاع 3 سنتيمتر خليناها هنايا. غير تفتحو كيما هاكا تلقاو يعني الشوشو هذاك، تبداو تجبدو فيه، تجبدوه يعني تاع الوجه نتاعو. ها هوليكم يتجبد بسهولة. إذا نجبدوه كامل ونروحو نخيطو هادي الشوشو تاع الساتا. بالنسبه للشوشو هذا تاع الساتا، انا الطول درت 60 سنتيمتر، والعرض درت 10 سنتيمتر. القطعه هذه درت 12 سنتيمتر في العرض، وهذه درت 10 سنتيمتر، يعني هذه تكون ناقص على هذه في العرض بزوج سنتيمتر حتى 3 سنتيمتر، نتوما احرار. المهم دوك الطريقه اللي خيطوا بها هذه ماشي نفس اللي خيطنا بها الاخرى. شوفوا واش راح نديروا، طريقه سهله مهله بهذا الشكل، بهذا الشكل نروحوا نخيطوا. نشوفوا نخلو 3 سنتيمتر من الجهه هذه و3 سنتيمتر من الجهه هذه بلا خياطه، ونخيطوا هنا فقط في الوسط فقط، نخيطوا هنايا على بعد 1 سنتيمتر. دوك نخيط دروك نجيب لاستيك، لاستيك تاعنا هذا الطول تاعو 18 سنتيمتر كيما العاده. لاحظوا معايا مليح واش عندك،
دائما كيما قلت لكم جهه فيها الدبوس وجهه فيها هذا البانكل. هادو نروحو نديرهم في هذا هذا تاع الساتا. بعد هنايا كي تلحق هنايا لاستيك هذا نحكموه مع الساتا، مع الطرف تاع الساتا. لاحظوا مليح، ثبتوه مليح مع الساتا وبقاو تمشوا في المساك هذاك حتى وين تلحقوا هنايا. بالنسبه لشريط الساتا هنايا تقدروا يعني تزيدوا اكثر في الطول، انا درت 60 سنتيمتر، تقدروا ديروا حتى 80 سنتيمتر، يعني نتوما احرار. هنايا بعد ما يخرج لاستيك ثبتوه مع الطرف هذا، تبعوا مليح معايا واش راني ندير. تحطوه ثبتوه مع هذا الساتا في الطرف تاعها، ومن بعد نروحو نجيبو الشوشو هذا تاعنا وين خلينا هذيك الفتحه من قبل، نروحو ندخلو هذا الشوشو تاع الساتا من داخل التيل هذا، يعني غير بهذا المساك في الجهه هذه اللي فيها المساك هي نفسها اللي راح يعني ما نديروش مساك جديد، غير هذاك المساك ونخدمو به. هنا المامو شغل كاين بزاف طرق يعني في اليوتيوب انا شفتهم، شغل دخلوا قطعه تاع الساتا قبل ما يدخلوا لاستيك، مي انا شغل درت لاستيك يعني مباشره هكذا باش تجيني سهله. اذا نفوت كاع المساك منا حتى يخرج لهنايا. شوفوا مليح معايا هنا كي راني ندخل في الاخر مره على مره، يعني نجبدوا هذا عفوا هنايا نجبدوا هذا الساتا، خلو يدخل شويه من الشوشو تاع يعني خلو الشوشو تاع الساتا يدخل في الشوشو تاع البابونج هكذا، يعني فقط ما تخلوش يهرب لكم مره على مره، دخلوا شويه حتى يعني ما تخلوش كامل على برا. لاحظوا هنايا راه تقريبا نصفو على برا، مره على مره دخلوا شويه، لكن بالكم برك يهرب لكم وتعاودوا تعشوا تعاودوا من جديد. لاحظوا هنايا يعني هنا انا راني نحاول شغل نخرجوا كامل، نخلي شويه فقط. لاحظوا هنايا سي بون راني قريب سي بون دخل كامل. دوكا شوفوا كيفاش ديروا هذاك البانكل هذيك في الدبوس هذاك اللي كنتم مثبتين به. لاحظوا دوكا تزيدوا تثبتوا الطبقه هذه الخارجيه تاع البابون نجمعها هكا سي بون هكا نكتفي، ودوكا نروح نزيد نكمل من هنايا. فوتوا منا سي بون دوكا راني لحقت الطرف الثاني، واش نديرو نخرجوه كامل هكا، نخرجو يعني الشوشو تاع الساتا هذاك شويه فقط منه مش كامل. من بعد لاحظوا مليح واش حندير، نحو ميم هذا نحو الدبوسين للزوج ونحكمو لاستيك. لاحظوا نحيت هنا الدبوس ولاستيك نبقى حاكمته بيدي، من بعد نروح نحكم الطرف تاع الشوشو تاع الساتا، يعني الطرفين هذوك تاع الساتا نحكمهم مع بعض باش ما يهربوناش. نطلقو المساك نروحو هذاك لاستيك تاعنا، نروح هذاك لاستيك تاعنا نخيطو هنايا، يعني نحطو واحد هنا راني خيط هذاك لاستيك مع بعضهم. شوفو هنايا دوك واش نروح نديرو، نروحو شغل نخيطو هذوك الاطراف تاع الشوشو تاع الساتا. لاحظو هنايا عندي هذا الطرف وهذا الطرف، نروحو نحكموهم بهذا الشكل بهذا الشكل. ها لاحظو كيما خلينا 4 سنتيم بدون خياطة نحطوهم بهذا الشكل، يعني راح نخيطو الطرفين يعني الجانبين تاع هذاك الشوشو. نروح عفوا نيشان هذه هي، نروح نخيطو بهذا الشكل نخيطو منا سي بو. دوك راني خيطت هذوك الطرفين، دوك من قماش كحال وخيط كحال كاين اللي ماهوش اصلا فيه ما يحتاجش الطرفين اللي خيطتهم. دوك نوريكم دوك باغ اكزومبل هذا هو الشوشو تاع الساتا تاعنا، من قبل كي خيطت درت هكذا خيطت وخليت 4 سنتيمتر من بدون خياطه، هذو هما الطرفين اللي خيطتهم. لاحظوا هنايا الطرف هذا مع الطرف هذا، يعني شغل درت هكذا وخيطت هكذا منا خيطت كامل هادو، يعني خيطت هذا الطرف هذا اللي هو هذا اللي تشوفوا فيهم امامكم، فقط ماهوش واضح لكم. المهم درك ندخلوا هذاك الطرف تاعنا هاديكم هنايا بان الطرف هو هذا اللي خيطته. من بعد واش راح نديروا بالماشينه ضربوك، ما نخيطوش خياطه مخفيه، نخيطوا هذه الفتحه اللي بقات لنا بالماشينه عادي، يعني نديروها كيما هكذا نطوا 1 سنتيم على 1 سنتيم ونخيطوا عادي بالماشينه غير هنا على الحافه فقط. درك نوريكم كيفاش نخيطوا، شوفوا هنايا الخياطه كيفاش يعني على الحافه. من بعد دوكا سي بون خلاص ندخلوا هذاك الشوشو تاعنا من ندخلوا الشوشو تاع الساتا سي بون. انا خطوه واحده برك هي ان نخيطوا الفتحه تاع هذه الشوشو تاع البابونج، نخيطوا خياطه مخفيه
حاولوا يعني تجبدوا شوي بشويه. دروك عندنا هذه الفتحه هنايا، نروحوا نخيطوها اما خياطه يعني خياطه مخفيه او بالاله الخياطه. انا راح نخيطها بالاله الخياطه فقط لانه مش بزاف هكا، حوالي 3 سنتيمات راح نخيطها هكا فقط على الحافه كما وريت لكم من قبل في الشوشو تاع الساته. وشوفوا الشكل النهائي تاع الشوشو كيفاش خرج. سيبوا هنا انا خيطت هذيك الفتحه بالاله الخياطه، شوفوا الشكل النهائي تاع الشوشو كيفاش خرج. صراحة الشباب برك ماهوش يبان بيا في لافوطو. المهم إذا عجبكم الفيديو، عجبتكم الفكرة، ما تنساوش تحطونا لايك للفيديو وتعليق بيان سيو. وإلى اللقاء إن شاء الله، إلى فيديو آخر إن شاء الله. باي باي.